مساء الخير يا امير. مساء الفل عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك، تحياتي كابتن هاني، كابتن شريف، كابتن علاء، وكابتن اسامه، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قول لي الاجواء عندك ايه يا امير؟ يعني في الحقيقه هي اجواء اكثر من رائعه، اجواء تاريخيه، مباراه رسميه بين الاهلي وبايرن ميونخ في الملعب. في الحقيقه في عدد كبير جدا من الجماهير اكثر من المباراه الاولى اللي كانت مع الدحيل، وده بسبب ان الملعب يعني ساعته اكبر من ملعب المدينه التعليميه اللي استضاف المباراه الاولى، فبالتالي الاعداد المسموح بها بيكون اكثر، فجمهور النادي الاهلي تقريبا هو اللي موجود في ارضيه او الموجود في مدرجات الملعب. والتشجيع اخباره ايه؟ بيشجعوا من قبل المباراه ولا ايه النظام؟ نعم، التشجيع ما انا بقول لحضرتك يا كابتن، هو الجمهور الاهلي بيشجع من اللحظه الاولى، من قبل ما الفريق حتى ينزل عمليات الاحماء في الملعب، بهتافات لكل لاعبي النادي الاهلي، هتافات للفريق ككل، مطالبه بتقديم اداء جيد، في ثقه كبيره جدا واضحه من التشجيع في اللاعبين، ثقه كبيره في الجهاز الفني، الكل هنا يعني عنده شغف كبير لانطلاق المباراه وانتظار هذه اللحظه، وهي لحظه في الحقيقه تاريخيه انك بتلاعب فريق كبير زي فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه، فان شاء الله الاهلي يقدم مباراه كبيره، ان شاء الله الاهلي يقدر ان هو يفرح كل جماهير الاهلي والكره المصريه في كل مكان، الاهلي يقدر، خلينا ناكد على كده، لان احنا فريق كبير، بطل القرن في افريقيا، بطل البطوله الاخيره بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي عندنا كمان لعيبه مميزه، ان شاء الله باذن الله بس يكونوا في يومهم، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حالفهم من المولى عز وجل، وهنتابع ونشوف الامور ماشيه ازاي، لكن الاجواء بصراحه في الملعب اكثر من رائعه، والكل يعني سعيد بهذه الاجواء التاريخيه، وجمهور الاهلي في الحقيقه يعني وفي ظهر الفرقه في الملعب، وامر غايه في الاهميه، ارضيه الملعب طبعا اكثر من رائعه، جو رائع النهارده، جو جميل جدا، جو كوره، درجه الحراره حوالي 18 ل 20 درجه مئويه، يعني الامور جيده ان شاء الله باذن الله، الاهلي بس يكون موفق باذن الله ويفرحنا باذن الله. انت قريب من الاجواء وقريب من اللعيبه، الحاله المعنويه للعيبه قبل النزول مباشره للملعب ايه اخبارها؟ الحاله المعنويه في يعني ممتازه يا كابتن ايمن، اللاعبين جاهزين كمان نفسيا قوي، وده كان تعامل ذكي من قبل مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين على مدار اليومين اللي فاتوا، الراجل كان مركز على الناحيه النفسيه بشكل كبير جدا، واعتقد ان هو نجح في التعامل في الجزئيه دي، خصوصا ان الفريق يعني كان جاهز، وكان المدير الفني كمان حتى فترات تواجده في مقر اقامه الفريق كان راجل هادي قوي، مش متعصب او مش مشدود انه هيلاعب البايرن او خايف او قلقان، لا لا لا، الهدوء ده كان نقول بالشكل الامثل في الحقيقه بالنسبه للاعبين، وكان واضح عليهم داخل مقر الاقامه بالنسبه للنادي الاهلي، كان واضح عليهم على مدار التدريبات اللي فاتت، وده كان امر ايجابي، وكان تاثيره جيد جدا على اللاعبين اللي هم الناس نازلين المباراه نفسيا يعني مستعدين جدا، بخلاف طبعا الاستعداد البدني والفني اللي هم يعني في اقصى معدلاتهم البدنيه والفنيه بصراحه، وده ايضا ظهر خلال التدريبات، لكن خليني اتكلم معاك يا كابتن ايمن في حته تدريبات النادي الاهلي بالتحديد، وبعد ما التشكيل طبعا كلنا عرفناه اسلوب اللعب بالنسبه للنادي الاهلي، التشكيل ده كان جربه مستر بيتسو موسيماني في تدريب اول امبارح تحديدا، وهو كان يعني واضح ان هو عايز يلعب مباراه، مش عايز اقول مفتوحه، بس هو عايز يلعب كوره يا كابتن، يعني الراجل عايز بيقول ان احنا النادي الاهلي نقدر نلعب ونقدر نجيب اجوان ونقدر نقدم مباراه كبيره، هو جرب الفكر ده في التدريبات اول امبارح، وهي كانت التدريبات الرئيسيه، وكان برضه جرب اتجاه اخر وهو كان بيتعلق بالدفع باليو ديانج، لكن من الواضح ان هو استقر على التشكيل طبعا زي ما احنا عرفناه، واسلوب اللعب برضه هيبان اكتر لما المباراه تبتدي، لكن انا بحاول اقول لك ايه اللي كان بيدور في ذهن مستر بيتسو من 48 ساعه السابقه. في كل الاحوال هو المدير الفني، هو ادرى بكل شيء، وهو اكيد عارف امكانيات لعبته، واكيد عارف ازاي يواجه فريق البايرن افضل فريق في العالم، يا رب يكون موفق في اختياراته، يا رب ان شاء الله باذن الله في خططه وفي تكتيكه لهذه المباراه ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، وشكرا جزيلا يا امير، ودايما متواصلين لحد نهايه المباراه ان شاء الله.